من في ارض الواقع كيفاش تعلم لونجلي هو تبراكتيسيها. هذه هي الطريقه اللي كندير مع ولادي. اللهم بارك ولدي باقي ما كملش عامين راه ولا دابا تيهضر لونجلي. يا راه ولا كيهضر لونجلي. ما بغيتش نصورو ندير شي فيديو نصدق جاينا فيه شي عين، مي راه ولا تيهضر حتى هو الانجليزي. علاش؟ لان انا كنمارسو البراكتيس. الولاد كنمارس معاهم البراكتيس. اشنو هو البراكتيس؟ هو انه انت دابا خاصك اخويا ماشي عيب اخويا عبد الحليم، انت راسك زرق في لونجلي، سير طلق ليا الاغاني ديال اي بي سي دي اي اف جي اتش اي جي كي ال ام ان او بي، طلق ليا هادشي فهمتي، طلق الرسوم، طلق الكالرز، راه دوك الاغاني انت تتحفظ بالاغاني. داكشي علاش الولاد دغيا تيحفظوا الانجليزيه وتمشيو الاغاني الاغاني دغيا. تلقى راسك الالفابيه بعدا قريتيها كما ينبغي، تلقى راسك وليتي كتعرف الكالرز، كتعرف الانيمالز، كتعرف الانيمالز. راه ماشي بالضروري انه تهضر لكش على دوك الانيمالز، دوك هذا تهضر لك على الانيمالز اللي فهمتي، تعرف شنو هو حمارون هذا باللونجلي، هذوك تيعلموك بالغنى. من بعد اش غادي ندير؟ غنتعلم، غنولي كنعرف جرين، كنعرف ريد، كنعرف بلاك، كنعرف جريب، كنعرف بزاف د الحوايج. من بعد اخويا بدا تطلق ليا فيلمات، فيلمات اخويا بالساب تايتل، بسايت تايتل في الاول هي بالعربيه، ولكن انت تتركز على هذا. كتسمع مثلا شي جمله كتشوف واخا ديك الترجمه راه ما تكونش هي هذيك، تاني نتفليكس راه ماشي هي هذيك. انا مقتنع بهذا شخصيا على كوارث. هو قال هضره ودير في الترجمه هضره، داك اللي تيجيبو يترجم للعربيه ما قاريش لونجلي مزيان ولا ما عارف مال ما علينا. المهم انت غير بدا، من بعد دير الساب تايتل ان انجلش باش تطلق ودنيك. يعني انا كنسمع وكنشوف ديك الشيء اللي قال كنشوفو ان انجلش. من بعد اخويا براكتيسيها، بدا تهضر بها، واخا هضر مع راسك، واخا هضر مع المرايه، واخا هضر مع، دخل الجروبات ديال الشات، دي زابليكاسيون ديال الشات اون اونغلي، باش بدا تهضر مع ناس اون انجليش هكا، باش تقدر انك تحسن اللغه الانجليزيه. كون على يقين طبق هادشي عام تلقى راسك راك ناضي.